السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع العباد بعفوه مهما ارتكبوا من شرور، سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور. يتوب على من تاب ويقبل من أناب ويجبر المقصور. نحمده تبارك وتعالى حمد القانع الشكور، ونعوذ بنور وجهه العظيم من الكفر والفجور. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كامل النور المرفوع ذكره في القرآن والإنجيل والتوراة وكذلك الزبور. فلولا العمى ما عرف البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور، ولولا الظلم ما كان للعدل فضيلة، ولولا الفسق ما عرف للطائعين أجور، ولولا الطمع ما رجونا، ولولا الخوف ما انتهينا، ولولا الله ما اهتدينا، وإلى الله ترجع الأمور. إخوة الإيمان والإسلام، نعيد السلام، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. من رحاب هذا المسجد الطيب المبارك، رحاب مسجد عمرية بقفر الباجور، مركز الباجور، محافظة المنوفية، حيث جاء الأحبة مجتمعين على محبة الله جل وعلا، مترابطين متآخين بأخوة الإسلام، حيث جاء الأحبة مجتمعين مطبقين لمنهج الله جل وعلا ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. ذلكم المنهج القويم الذي قال فيه ربنا جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ذلكم المنهج العظيم الذي قال فيه لولا تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ذلكم المنهج العظيم الذي أصله النبي صلى الله عليه وسلم حينما رب الصحابة رضوان الله عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عز وجل بن إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة. ومن هذا المنطلق أيها الأحبة، ومن منطلق منهج ربنا، ومن منطلق منهج نبينا صلى الله عليه وسلم، كان اجتماع الأحبة اليوم من أماكن عدة في بيت من بيوت الله جل وعلا. أذن الله عز وجل لهذا البيت أن يرفع وأن يذكر فيها اسمه، وأن سبح له فيه بالغدو والآصال على رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. كان هذا التجمع على منهج النبي صلى الله عليه وسلم لكي يذكر الأحبة بعضهم بمنهج الله جل وعلا، وبمنهج النبي صلى الله عليه وسلم لكي يذكر الأحبة بعضهم كيف ينبغي أن يستقبل شهر رمضان الطيب المبارك. لذا دعونا نبدأ هذا اللقاء الطيب المبارك وهذه الأمسية الطيبة المباركة مع خير استفتاح لخير الأمور على وجه البسيطة كلها، ألا وهو كلام الله جل وعلا، ومع فضيلة القارئ الشيخ عمرو أحمد الصعيدي، القارئ والمقيم بقرية تلوانة، مركز الباجور، محافظة المنوفية. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدره ولنا ولكم حسن الاستماع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. خالدين فيه الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإن لنفسه ومن كفر فإن الله غني
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله تكون
من خردل. يا بني أقم الصلاة أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما يا بني أقم الصلاة أقم الصلاة وأمر بالمعروف واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات
الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة ومن كفر فلا يحزنك كفره فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله
بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل
أن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض صدق الله العظيم.